كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف تكتب ثقي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذقيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وهذا هو المجلس رقم 49 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة الموضوع بوسا سنة البوسا القوادح وقي إذ العنوان يخدم تاج الدين السبكي القوادح ذا شو المعنى يس القوادح المعنى يس الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها لإثبات فساد القياس يعني نغ الأسئلة الواردة على القياس التي تبين فساده المعنى يس ذي غرفالن إقلق ذيك شم القياس باش ديفان ماذا القياس الصحة نغوري الصحارة وما كندنا القياس المعنى يس إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم نناد باللي يسعر بعثر كيزين إلا الأصل أركيز تمزوارو ثسنث الفرع ثسلثة العلة الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي الحكم إلا حكم الأصل ما نفاد ذي الفرع العلة إقلن ذي الأصل فلا جاليس يفقد الحكم أدنوي حكم الأصل وثنطبق في الفرع أي غر لاشتراكهما في العلة الجامعة وكذا سمكتي كان باش اذا نظر ذا شو المعنى يس القياس ذا سمكتي ولكن القياس إزمرا ذي لي القياس سليما يعني قرز يصفى يصحى أكني قل ذي الشرعيف إزمرا ذي لي قياس فاسد قياس مع الفارق من الميار نظر قياس فاسد مع موج سليم وري الصحارة مرث نسعدي ذي غرفال 12 غرفال إقلق ذي عدي باش أدنيني القياس صحيح القياس سليم 12 قي وكذا قي سقرشيثن ينقشيثن تاج الدين السبكي ذي تكتبثيس جمع الجوامع ثوران المنهجية بوساقي ذي ثلاثة المرحلة الأولى أدغرغ بعض النصوص سقويني دي يكتب تاج الدين السبكي قراءة المرحلة الثانية أدشرح القوادح أثنتي دفقنغ 12 غاس انت دفقنا ولكن تفنتر مليح وعرف الشطح في ثلاثة ادفتغ التطبيقات الأمثلة أماكن شغل لابراتيك انكفو لا تيوري انوح لابراتيك ذينا دنفك الأمثلة 20-30 اشو من زمر على حسب الوقت الصبر في اللي انبذو بتوفيق من الله إذا كان يناد
القوادح منها تخلف الحكم عن العلة وفاقا للشافعي وسماه النقض. وقي كلام تجدين السبكي إلى حد الآن ما قاله تجدين السبكي بخصوص هذا القادح اللي هو تخلف الحكم عن العلة يسميه النقض، وهو ما اتفق عليه جمهور الفقهاء أكملا المالكية بأقطابه، منهم الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب المعونة، منهم ابن عبد البر القرطبي الأندلسي صاحب التمهيد والاستذكار، منهم وعلى رأسهم الإمام مالك عالم المدينة وغيرهم، المدرسة المالكية، المدرسة الشافعية، المدرسة الحنبلية يعني الحنابلة، وكذا جمهور العلماء يعتبروا تخلف الحكم عن العلة نقضا. ذاك يسعى شوية الخلاف نتاع الحنفية أذكملة. وقالت الحنفية لا يقدح، وسموه تخصيص العلة. بالنسبة للمدرسة الحنفية استخدم ما يسمى بالتخصيص، ولكن عند الجمهور سمنا النقض، معناه لسلامة القياس، باش هذه القياس سليم صحيح يكون حجة ومصدرا للتشريع إلى قذيلي في من أن عن هذا القادح وهو النقض. وقيل غير بلم زوارو، وقيل لا في وقيل حينما أقرأ معنا أقرأ النص، وقيل لا في المستنبطة، وقيل عكسه، وقيل يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط وعليه أكثر فقهائنا، وقيل يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا وعليه الإمام، وقيل يقدح في الحاضرة، وقيل في المنصوصة إلا بظاهر عام، والمستنبطة إلا لمانع أو فقد شرط، وقال الآمدي إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء، إلى أن يقول والخلاف معنوي لا لفظي، خلافا لابن الحاجب، ومن فروعه التعليل بعلتين والانقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرها بمفسدة وغيرها، وجوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم إلى آخره. كلام تاج الدين السبكي كلام في غاية التعقيد، ولكنه في غاية الإحكام، في غاية الضبط والإحكام. أكيد كمل آل مي بض الخاتمة عند ديننا خاتمة القياس من الدين. خاتمة الباباجي إن هذا القياس من الدين، تزرى ما يغار باش هذا ديني باللي تحواج من القياس نحواجي ثياك فهو من الدين. خطر يغار أتصن تمثال في جديدين على دين الفون القرآن داين يكفى غرس 15 القرن داين، السنة داين تمثال في جديدين حواجنت القياس، لذلك في الترتيب يأتي بعد الإجماع القرآن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع القياس ذين مدينة من الدين في مثال في جديدين سوى شرث تنقافل أدياسي تركيني السمحي هل يجوز أتفكضي ذمن إيون وقذا ذا جديد ولا شيء ذي زيه ولا شيء ذي زيه، هل يجوز تخدمض الكلوناج بعد ميد سنول ميدوفان ماشي ميد سنول فان ميدوفان لادين وفانتيد. العلم يتطور، لا بيولوجي لا ميدسين، العلوم تتطور تنرنت مسنوين،
الميد اكتشفن لا كارت جينيتيك البطاقة الوراثية لا دي ان اسميد اكتشفن لا دي ان اما كنكو الدنيا فيك التنية عدان جارفنس جارفن الكلوناج ذي الحيوان جارفنس يثيخسي ذي المال 173 لي تونتاتيف 173 محاولة وزرض العلماء وفشلنا راه تعاوذن تنجح لادين تفقد ثيخسي يزرام اسميس دولي ثيخسي دولي من بعد الشرع إلى قد ينطق الشرع ثوران اسكو يجوز نور يجوز ثورا ما يجوز أبا نخدمي من استنساخ نكون البشر يلا أكدك سن سي شعرينك شوية نغافو إذا منيك نغكذا أد سفغن فوتوكوبي أمشيني فوتوكوبي أمشيش أم بعد خمم اسكو شغلاقي لهن غالا لو كاش ديني فكيد ان تكست ديال القران هذه سنه في لادين في لاكارت جينيتيك الكلوناج ديال ولاش ولاش حنا سند ثلاث الايه غادي يهضرنا الاستنساخ البشري ممنوع ولاش صافي تيك تمثل تجديط تجديط فنو الفاد يميث جهد مسني يقول حريشاكي لا بيولوجي لا ميدسين وكذا ذي نمي ذي الوقت الني يكر ووال أن ويكسا عن الحق هذي خدم لادين هذي خدم كلوناج أن ويكسا عن الحق أوسقارا ذي ماركانتيين فقط لبورجوا خاطر الله الكلوناج أتصم صرف قلانديس إزاوالين دوام وسزميرنا راه غادي يرمو الكلوناج أذغس قارن الكلوناج يصلح للأغنياء أما الفقراء فلا سقارني الليل وريح وجارة دي جاب بزاف الناس ثم عيشت ميدا ثم زور دي جاب بزاف ولكن ماركانتي يسعني مليار يسعني الشركة يلها أصدق سنة سوف الكلوناج من التسع أذي توالي إيمانيس بون ونهضر في موضوع الزواج ولاش من بعد تواشول تزواج وجاك ونروح ناكل خاطر بارمي لي كونسيكونس لي كونسيكونس ولاش زواج نكوني خلقا غدا ربي مخلف راهو كيون ذيوث مخلفا وكي سميس محظى مزيان وكي محظى مقران وكي عبد الرحمن وكي سميس كذا مخلفا غسل سعني الشبيه مي ماشي 100% سوا وكذا كينيون نعطيك كينيوين توام أكيد لا دونيث إما إلا نخدم الكلوناج إما جينيث كان هذه اللي نتلو زينات سفيطرات اللي كلوناج هذه غالة اللي فوتوكوبياك وحواج نزوج معناه أتص لي زينكونفينيون أتص لي كونسيكونس نو غالنا ناس خاطي إلا قواري خدم الكلوناج سوا الأذكياء أنوي الأذكياء ونسعى عند بري نوبل وكذاكي إلا قد عيشنا سعون كلوناج مذوياض خاطي يكريون وهروحو انشتيلاث الشرع ميد ينطق ناد الحرام هذا أميك لنت الأدلة لنت الأدلة لنت من عموم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لنت كذلك من الإجماع لنت من القياس أنه باللي إلا قد يبطل وتزرى ما شو قدراني يخدم الكلوناج يفراخ يوزاض إلى العجب أم كدفغناك مشوهين بلا ما يكشم ذي التفاصيل ذوين يعني تذري مثل أعمال لزافير كيف فغنت تجديفين الشركات زيك التجارة بسيطة عن طريق المقايضة شينا داويض الزيت نساك ديفك تمر سلعة بسلعة ثقي قرنس المقايضة تجوز أكيد لا دونيث مي الساقي حاصرة الساقي التجارة الإلكترونية خدم عقود إلكترونية أديستانس
وتحواج دار مين باتسمي المكان غاتنيغوسييم غاتستنيم يون بالك هي لون 20,000 كيلومتر 10,000 5,000 تستنيم ديستونس تخدم العقود وكذا والشركات ولا باف لي زلي كونفونسيون وكذا الى اخره التجاره الدوليه اي في كذا قلت جديدين زيك مشاكل لا نمدن اروح عند القوافل قافله رحله الشتاء والصيف ثلاث بدل الدعوه والشريعه صالحه لكل زمن ومكان ثلاث زعما كنت نفكر عطاس تمثال آلاف المسائل لولو في التمثال تجديدين ولا شي ثنت ذي الزمان ننفي صلى الله عليه وسلم ولا ذي زمان الصحابة نلفنت الثورة وما زالت نلفت تجديدين إيه صافي الشريعة باش تسيلي صالحة إم كل زمان إم كل مكان إلا قد سعوا القواعد أتسعوا يغرفل. لذلك معاذ بن جبل مثيش قاع النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن إنس بما تقضي بين الناس سوى شاذ حكم ضيري مذانا إنس بكتاب الله أدو غلغ القرآن إنس فإن لم تجد ثمسلتني ولاش ذيك سلايا نغمزل دنزيل اللايا إنس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح غلعين صروي السين العين صروي السين السنة إنس فإن لم تجد يموثوا في ضارة إنس أجتهدوا رأيي ولا آلوا أجتهد أسخدم غلاغي أسخدم العقل والقياس أسخدم العقل لذلك يثمثن ذيني مدينة آخر كلام ذي الفصلاقية القياس من الدين أي غير شغل يخدمس الكاشيان قالوا باللي يطول ذيك ساطاس باش أني السنة نستخدم مادام القياس من الدين إلى قاني السنة نستخدم مول السنة راه نستخدم يزمر أغي عرق أغي روح الميزان ونغلظ ونشظ ودنفثو سلغلاظ ذيني مدينة القياس من الدين إلى أن يقول بعدين القياس فرض كفاية أي غردين فرض كفاية ماشي فرض عين فرض كفاية صلاة الجنازة فرض عين أو فرض كفاية فرض كفاية ودينا رشر على قد ظلمك وفي الميث إموثيون دي ثدارت وقذي حضرنا الظلم في اللاس 10, 20, 30, 40 ماشي كث تسدف الظلم في الناس خاطي صافي فرض كفاية أي غير سميس كفاية المعنى يسمي لغ خذمنت خرق سلمن وياض سعينار لثم سقط الإثم عن الباقين ولو كان ديسيدي أنزل في الناس أكن من الله نسعى دنوف نسعى لثم هذا وقي فرض كفاية رد السلام أنقيم ذي جماعة يعدد يوند السلام عليكم نصبح على خير في الأول ماشي يا سنريا كي سيريون بركة ذو القدر ماشي سيني عدد في اللاسن اني غصبح على خير ذي العيف ديجا ذو القدر لقى سنر السلام يا الله العلوم النظام فرض كفاية يسكو إلا قاني ليك ذي مصوثن خاطي إلا قان سعي مصوثن يسكو أن سعي كتريسيتي ونس لا لا ماشي شرط أن نشتم كتريسيتي نغلا استرونومي نغلا جيولوجي نغلا بيولوجي نغلا ميدسين نغ الشريعة نغ ثقي فرض كفاية المهم إلا قان سعو يكو أين نحواج أين نحواج الأمة إلا قد سعو مولاش تسعو دنوف مولاش تسولى سدات ربي ولاد القياس قاشو دير تاج الدين السبكي إناد ثم القياس فرض كفاية ما تشي كي مذان زمرن نذخذ من القياس ما نسعى شويط المجتهدين أريس قرد الشنغر فلقي الحمد لله
يتعين على مجتهد احتاج إليه وهو جلي، وبعدين يهضر ما هو القياس الجلي والقياس الخفي إلى آخره. ثقيل الخاتمة. المرحلة الأولى نكمليت، قرأت بعض مقاطع جمع الجوامع. المرحلة الثانية أد نهضر في 12 غرفال نقي يفيدنا. أن بعد سنختم المرحلة الثالثة، سنختم الأمثلة التطبيقية يعني لابراتيك. أغرف لم زوارو بلا ما لم أراعي ترتيب ديوسان دي كتاب جمع الجوامع، لا يهم. الاستفسار كي شو المعنى؟ يس معنى ما يلا لفظ مجمل جلوبال، نغ لفظ غريب قبل أن نستخدم القياس فهما غد مغدس فهمارا ونسمس فهمارا. أي غير فيك ولو كني جارنا كان أديني ضوال أشفه من غلط أستيرين في الله أستيرين كني هذو ربي فهم في ظلب في دك ونسمس فهم غدا شو قصدك خطر موسن تسفهم ضارا أذفهم لكن فغان إذا ثرويث بروي ضايرة تصن تلوفك ضارني الغاشي سباتاقي ينواو ينواضو ثدوض الحوني مسلينا بعد شويط يلا تصيرنا أصفض خذ من دي جوجمو غونزان خذ من القيراث ودوسنا لغرث مغارا ورحضرنا للجنازة روح كاش 20 سنة غير الزاف كيهضر بيش ويضران أخيني ثنيل ديون بوال أخيني الله أكبر ورقصي ضغاران شتاقي ذيني من الاستفسار إذا مزوارو ذنتسايك إذا مزوارو نفذو السيس ميلة ثنيل دول غير مفهوم أخيني قسمة ضيزة ذا شو صديزة ياك هو مستفهم ضارا ذي المحل المسفهم أشينيغ قسم ضيزة معنى غير عادلة أشينيغ كلالة لا ترمينولوجي ما معنى كلالة إلا ذي القرآن أتسان ذي اللايا 176 من سورة النساء أبو بكر الصديقي من السنة نسي قروز الغارة سقر أي أرض تقلني وأي سماء تظلني ذا شو تسلقع غرير فذان ذا شو ثي جنية رئيس فورن مديني هو الربيين والسين غالا ذا ذرار وزما دينطق ماشي قنا لنكث الديظيمي خاطي كلالا يجي المعنى يس أندا ولاش الأصل المذكر نغى الفرع الوارث وكذا كاين عندنا الميراث اشيني مثلا فلان اصاب فلان بالزخيخ السؤال مطروح وكيفاه من شو ذني اثر فلان الحق اذى بفلان بالزخيخ شو في النظرة لا خط يا أخي غير واضح مادام غير واضح ونزمي نخدم القياس ألما سنستعدد غورفال الاستفسار ما معنى الاستفسار نستفسر عند وجود لفظ عندي لوال مجمل فاست يوسع نغ عند وجود لفظ غريب أول غريب وثن السينارة الزخيخ معنى تيمس النار ثقي من أسماء النار الزخيخ صافي ثورة ما نفهم الزخيخة كان كمل مولاش نقيم كان دا صافي الاستفسار
لذلك الكره الدنيا ثورة لا كارت جينيتيك كدير الصروميت ونس نفهم ما راه يفهم وي فيما انا اكن غالي يجوز الكلوناج ديجا الكلوناج جام كاس سميت قبايلي استعرف اسم الاستنساخ استميض اسنو الفو عسيماني اسنو الفو معنى لا كرياسيون لي ميدسان دخلقنا ربي دي خلق لو كرياتور يوني قلان مي العلماء استخدمن لا دي ان لا دي ان ربي سيدي خلقان صافي استخدمن اين دي خلق ربي خدمه ديال الكلوناج صافي ماشي ذا سنو الفو المعنى يس ميم ثوري شمدي تجاره بعد امثله ذي تجاره ذي كلش انف باللي اوال الى قد يعدي ذي الميزان ذا شو تقصد سوال اي غلنت القواميس قرن قبيث اموال يعني ديكسيونير الى قد القاموس المرجع كاين مثلا معجم العين معجم العين معنى الخليل بن احمد الفراهيدي اول قاموس ديفندي عرفت اشني القاموس المحيط اشني لسان العرب وكذا اما كنا نستعرف القواميس لي ديكسيونير نستقبليه لان سنجليزيه لان سترومي وهكذا اي غير باش دي المصطلح لا تيرمينولوجي لا قال مسفهم ولات الامثله كثيره ان شانتي دنفكم بعدين نكتبن على حسب الوقت اشني العين كلمه العين ديك ستصل معنا اسكو العين الباصره او العين الجاريه غادي نظل الباصره يجوز نغ المبصره يجوز اما كادي نظل الجراه اسم فلان له جراه نغ له جراءه وكيجوز وكيجوز في كل من سن بعض المصطلحات نفهمتين كانك صحان خاطي لا اللغه توسع الجراءه الجراه الباصره المبصره مدينة العين يا إما المقصود بها الحرف ألف باء تاء المثبض عين نغ العين معنى سيط نغ العين معنى ذي العين صر عين الماء ذي العين صر نغدي نظل العين معنى الحارس فلان له عين دايروا كلمة سوسيس ها حل عين كثير طيك فلاس وغفلارة فلاس صافي يوم بوال مية تصل معني ساعة الاستفسار ماذا تقصد يلا وقي ذا غرفال مزوار غرفال ويسين ذا غيول الشطح فساد الاعتبار ما معنى فساد الاعتبار وقي ذا غرفال عند مخالفة القياس نعم للدليل الموجود في النص قرآن أو سنة أو عند وجود إجماع ذي النالة حين يخدم القياس ذي مسألة فيها ثم يدفتق الدليل حين يغى ربي سبحانه إن دولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه ثلث يون موث إجاد فافاسك ذي ماس نسوري جوي جاراكو يموث يجد فافاس يماس نورمال مو ميم قراد قياسا كيف كيف أم الأب أم الأم فافاس أكو ذي يماس كيف كيف نسن كيف كيف نسن ثم زوروث كيف كيف نسن ميم قراد في السناث ثورة كان يدنا الآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس أنسيزيام أنسيزيام إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ثغل الأم ساعة أنتير نتسي ساعة دوتير ما يجد مثلا ستين يقطار بكال يما ستوي أنتير ثلث عشرين ففس ذيوي أربعين مدين ضيغار كيف 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 ففس يماس ظلاص لي سيسين شين قياس ذاكي مخالف للنص أغرب لك اسمه فساد الاعتبار لوجود نص نص مزوارو إنه ما يسعد دريا
فافا سادياوي السدس يما ساتاوي السدس ان سيزيام ان سيزيام في ستة في ستة إما إلا يسعى ذا قشيش ماشي ذا قشيش ذاكي إما ساتاوي ان سيزيام فافا سادياوي ان سيزيام زايد الباقي ذا يبدل إيه يبدل إلا النص يموري ساعة الدرية يما ساتاوي ان تيير في ثلاثة فافا سادياوي دو تيير غاسو ثني دين القرآن ولكن المعنى يس بالتعصيب أين دي قران بالتعصيب ذي الحالة قد فكي غادي يوي دو تيير معناها 40 هكتار صافي القياس اللي وتحوج غار هذاكي حين حذيرة الشمض القياس أي غار يعدد سكانير يعدد غورفال اسميس فساد الاعتبار إلا غورفال ويس ثلاثة نغاس نسمي السكانر ويس ثلاثة فساد الوضع كأن يكون صالحا لنقيض الحكم كأخذ هذا أدوي النص شو دينا تجدين السبكي إنت فساد وكي كلامه فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي انتهى كلامه تخفيف من التغليظ تخفيف ربنا تخفيف هذه القرآن ذي سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سل آية يجي فيرسي 28 أد سفر سيس آلاف المسائل أن ربي سيخفف تغلظوا مرزمي ضرا ستيموم ثلاثة الأسباب هذا أم بعد ظل سيف دي مرزمي ضرا سيغيمي مرزمي ضرا ظل في يذي سيفوس مرزمي ضرا يذي سظلماض مرزمي ضرا ثين جنيث مستلقي على الظهر مرزمي ضرا ولو كان فوع بوضي زيد مرزمي ضرا ولو كان سلئيما سوالني تيماجيني ذات ظلاض وخلاص أدغر صوت الفاتحة الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى إلى آخره تخفيفات كلها في الصلاة أكل لنت ذي الصلاة لنت ذي الحج لنت ذي الحج تخفيفات كثيرة جدا افعل ولا حرج افعل ولا حرج كان دي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر يوم العاشر من شهر ذي الحجة افعل ولا حرج افعل ولا حرج إلى آخره تتلقي التخفيف من التغليظ إلى وندث العزيمة إلى وندث الرخصة الحديثينات إن الله يحب أن تؤتى رخصه رخص دي فافور رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه من ما تفضل العزيمة من ما تخدم الرخصة ما هي أدوة القياس في منح الرخص باش تفقد لي زوتوريزاسيون تفقد الرخص سيد يجوز ولا يجوز يجوز خطر ونو السيدار في مسالك كي شو المعنى يس بخلفنا كل علماء يجوز لا يجوز يا ولدي لق العثاب ماشي السهالة ماشي السهالة اي غير طبيعي كاين واحد ميد سكا او يد الراديو او يد سكانر يعاود يد ثاقي يعاود يد ثاقي اي غير باش هذه يخدم دياغنوستيك ناس باش هذه يخدم دياغنوستيك سوا سوا باش يدي فيك الدواء ما إلا ديغنوستيك يغلط أكدي في كلور دونوس وسام كثفه من بعد والتوسيع من التضييق إذا ضاق الأمر التسع قاعدة عند سناف ذي التيسير هات سندي الآية 185 من سورة البقرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية 78 الأحاديث يسروا ولا تعسروا إلى آخره والتوسيع من تضييق والإثبات من النفي الإثبات من النفي ديجا الشهادة ديكس الإثبات والنفي الشهادة كان لا إله ذا شو ثوي نفي
إلا الله إثبات تفرع وحدس لا إله نفي نكسك الألوهية ولا شو ذيوان والو ما بقى لا اللات ولا العزة ولا قوبل ولا هوبل ولا عباد البقر ولا عباد الشجر ولا القمر ولا الشمس ولا الصابئة عباد والو والو لا إله ولكن كملس إلا الله هذا عندك كان ديجا نفي وإثبات والإثبات من النفي هكذا قال تاج الدين السبكي لذلك لا إله إلا الله تساوي الآية 256 من سورة البقرة ها ذا شوت فمن يكفر بالطاغوت نفي ويؤمن بالله إثبات فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله ويؤمن بالله تساوي إلا الله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سلا لوجيك سلا ماتيماتيك كل شيء سنتقرز نكمل ويصربع أغرفل ويصربع المنع 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 مواقعه أربعة الموقع الأول منع حكم الأصلي الموقع الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصلي الموقع الثالث منع كونه علة الموقع الرابع منع وجوده في الفرعي ديجا أغرفل أقيس عارف عاي غرفل دي مشطاح مرضى وضع التطبيقات أنسل أمثلة ويس خمسة التقسيم وضابط التقسيم أن يحتمل لفظ في الدليل معنيين أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني ثيك والذي لي يون بوال يسعى أكثر من معنى لازم نحسن التقسيم ثورة دفتي غاني اكزامبل كونكري ثورة كان أشينيغ الإعارة والإجارة أدو غالغ مثال شيني سكراض إكمثنق شيني ثحانوت شيني ثرضلضاس ثحانوت إكمثنق كيف كيف باطل باطل لا 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 يوث الإجارة سوذريم تخلصت وقي وتخلص دارة يوكي الحسنة ذا شو ثنتي شركين أنه الإجارة أكذ الإعارة لا تفيدان التمليك شيني وزماد يضيك السفغ سنة تحونا خاطي أمشي قلق الدينيض الدينيض سنفعغ سفايذيغ سنة تحونا كمل يوث خيريخ تيد صافي مدن خيريخ تيد نفهم يا أخي تفهم يخلص نغلا فهم ضمي يخلص ويث حانو ستي السناث أول ذاك شاكي فهم دي قار فهم ولا شاكي مشطاح دني حزر بي يسير ياسي خلصيث يواقي يرض لا استحانوت يخلصيث نغلا وفي خلصارة عشرة على عشرة أنتم تلاميذ مجتهدين تسعة عشرة على عشرة باش أظفر حني رقز نقي مقرانا هذا جاوب سوا سوا هذا نفس فهم ثحانو تثم زواروث يخيرات يخلصيت ولكن تيك سيفارة ما تشي ينسى نسى ديقار سعير سنث تحونا أذ سفايذيغ يسنت يوث خيريخ تيد صافي خلصيت عقد إجارة يوث أرض الاختيد صافي باطل سلحسنة ذاكي التقسيم ثفان خطي لو كانوا نخدم على لو كلاس مو غادي تقسيمها كي هوليت سيدا القياس ونتمسفهم على الا وسخه وسته المطالبه اي منع كون الوصف عله الحكم وكذا غرفال وسته والسبعه النقض اي وجود الوصف المعلل به دون الحكم الا وس ثمانيه القلب ما معنى القلب
ضابطه أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل، فينقلب دليله دليله حجة عليه لا له. فقد ضروا يرانا ثيك ولي وليك دياوي الارجومون ميكسي ديفكا اسي ضرجو الريزون دو بلوس اين كيد نيض اما فاذر كونتر الشيني ثلاثة قينا ولا شت ثيك ولي تفضي وانا تسمناقاش مشيدس اك ديفك الدليل لا بروف الشاشة خدمض قلب سينضرجو يفكيك ضربي أيني دني ذاكا شغل بروف بور توا منو أسن كونتر الشيني أتس خدمض كونتر لوي وثقيت لنت الأدلة كثيرة سيبور سا ذي الدفاع ذي الدفاع إلا قد سينض لا كوز أم كاس ديفان ديض لافوكا ماري ديفان دي إن كوز إلا قد يخدم لي زارجمون الحيثيات حيث أن حيث أن باش هذه يفنوا المعارضين نسنغ اسمس العارضين نسنغ مفهوم نغ المرافعين لازم أديوي الأدلة ثيكوال المعترض الني يثبت نقيض الحكم الني إدنا وخصيميس يرنا غاميه سدالي اللي ديبوين سا ذوين نار ثير كونتر وين النظم ذاكي ذاشو دينا ستاج الدين السبكي إناد القلب وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح ومن ثم أمكن معه تسليم صحته. انتهى كلام تاج الدين السبكي. نسيني في الطريقه اينس فرميد نفهم نفهم باللي الدليل فيك ولا في داويض اتفافور اخصميك اثي استخدم كونتر الشيني اما كنت في كذا ساكادو كيدوثيس في كاس لابور باك ديف كونتر الشيني معنى ذي القياس فلنحذر ما دنفك الادله الى ادناوي الدليل المناسب. اغرب الوستسعة المعارضه وهي قسمان معارضة إما تكون في الأصل أو تكون في الفرع. ويس عشرة عدم التأثير أي عدم تأثير الوصف في الحكم وضابطه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه. ثيكوة تفضي ونسمحي أذك دياوي أذك دياوي كلام كثير أتصوم سلاي ولكن يمكن الاستغناء عن بلك 60% يرتشي ونثور ميم ذي للتزين خدم الكوني ذي الجامعات النظر خاصة جامعات الدول المتخلفة أكدي خدم 400 500 600 اللي باج أتفضل 400 باج بوريان أولا قيث وجهة للباحثين وللأساتذة وللطلبة نفغا يقات سيلي لاتيز ماسترنا دكتورا سيلي الزايث يعني ذي المحنة أتصفض 200-300 لي باج إلى قد كسنت خارج الموضوع. أولا من ناحية الاقتصادية يتشال في أوراق فينا أطاس يتشال وقت يتشال كلش ولاش أكل فايدة وانت ماذا بك أغديفك أديفك ذي البحث العلمي أين لاقن أين لاقن وليك ديفك عشرة يكو جوا نتشينا يديفك أنجو أو ده شوي لنا وده جديد إقلاقا ذايا ثقي ملاحظة بشد نفهم بعلم الأصول يعلمنا الضبط والدقة. علم الأصول علم جليل القدر جميع العلوم حواج أستخدمن المناهج الأصولية المناسبة للتخصص أما ذي التاريخ أما ذي الجغرافيا أما ذي البيولوجيا أما في جميع المجالات. 11 أغرب الويس 11 التركيب شو يقصد ذاك القياس المركب أي مركب الأصل أو مركب الوصف تركيب ذي للسيني بردناكي أغرب الانجارو القول بالموجب ذاك إذا هضرت في اللاس تاج الدين السبكي
المرحلة الثالثة ذي الدرس بوساقين القوادح حد نفك بعض الأمثلة التطبيقية أنا الزوير سي العبادات مثلا الوضوء أو التيمم وين يغن الوضوء ما يغن الوضوء في طهور هذه الزاسيس العيشة نورمال الوضوء أني مدى موسيق سير الوضوء سالوضوء أني الطهور هذه الظل الطهور العصر المغرب العيشة إما إلا ستيمم إلا قم كل ثازلي ستيمم زيد إلا قد يكشم الوقت وين يظل ستيمم وريزمالي تيمم قبل هذه الظل قبل الأذان قبل الوقت مي ديكشم الوقت يتيمم يزمن وكين نخدم القياس قياس التيمم اكد الوضوء كيف كيف ضرب ديننا فتيمموا صعيدا طيبا وين سان العذر طبعا وين سان العذر السن ذاك قياس مع الفارق لا لا الوضوء طهارة مائية ثمان وهي طهارة الأصل زمان ولكن التيمم طهارة ترابية هي البدل هي البدل صافي مخلف انت وزمان تقنط خنض القياس دقي لا يمكن وقيد المثال مثال نظن يون ذرفذ الميث نغادي السير ذي الميث يموثيون شيني السردط نسير فذيث أخينينا ولدي لقى تساغم اللوضو أمشي مشي أتساغم اللوضو بدي مثل السلسل باش أتظلن كنوي يلقى كنا رجوع باش أتغم اللوضو باش يبورتون ساعم اللوضو لأنه يخذ من القياسة يقين ساحاتي شو تساعوض الوضو نسوي تساعوض الوضو عادي ولكن لذلك رد ابن رشد ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد ذي المجلد رقم واحد الصفحة 49 الصفحة 49 الصفحة اليسرى أشو ديننا في المسألة السابعة وقد شذ قوم وكان شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه بعد يهضر رد على الأثر وفيه أثر ضعيف من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ بالعكس يقار ما يلاش السرد الميت الشيني لقد السرد مليه تغتسل ماذا الشيمي ترفض أتغض اللوضو وذي الحقيقة لا هيش ولا هيش ورث تخدم ذي الاغتسال وضوء الأكبر ورث تخدم ذي الوضو وستعوذ من الوضو في أمر الزكاة مثلا الشيني سعر 200 مليون بذريم ذي البنكة الشيني السعر اللوزين 50 مليار أتخدم الضغة بيزي طاشي مثل الشيني تزكي 200 مليون نتساوري تزكي 50 مليار أزمى الدين ضيعة جابة مشكل ممكيني 200 مليون 2.5% تصفغض 50 مليون دينار يعني 50 مليون ماذا الشيني زيرو اللوزينينك سوى 50 مليار وريت زكارة فلاس فشاري زكي في البرودوي كان ذايا لا بيس دي تاشيني أسي خدم السوى أدي زر السوى ميسا شحال أتي زكي زما دي ضيع عجبا القياس كيف كيف انت لا قادي زكا خيريو شغير 200 مليون 50 مليار شرع شدي قار يفكي يسفو ذين تسا خطر ميخدم اللوزين هذي يستخدم يخدمان وكذا هذي زكي كان لبرودوي الانتاج تقيد التشجيع سي شرع يستخدم هذي رميس وذاك شاشي قار استخدميه مولاشات الزكاة شاك اسكوا اسكسو 2.5% سخدميت الى قاديك الشم ديال الخدمه لي زانفيستيسمون وكذا
والقياس ذاك مع الفارق خطر وقشوك الساعة يسعى الأصول الثابتة اسم القارن ذي الفقه وقيسعى أصول ثابتة أما ذي اللوزين الني أما ذي كاميونان أما أكو شو يسعى الماتريال داخل يكوين استخداما للإنتاج لا برودكسيون زيرو دينار ويسوفوار الزكاة العشر صافي وقيد الأمثلة تصي قلان أنختم لأنه تصي الوقت ذاين يبض أخينيغ مثلا العقود شحال العقود قلان لأنه مقارن عقود المعاوضات وقد مقارن عقود المشاركات وقد مقارن عقود الأمانات وقد مقارن عقود التبرعات عقود أذي يغزف ووال ولكن كان يقول مثال ذا مشطوح ذا مشطوح ولكن دني غلي ولي أثنى مسفهام شيني السكرضة استحانوت شيني ثرضلضة استحانوت العقد نمزوري سميس الإيجارة نغل الإيجار لوكاسيون لعقدني ويسين قرنس الإعارة دار الطال تمشافين أي غر وقي مؤقت وقي مؤقت بلك سكرة سبورة خمس سنين نتسا يرض لست خمس سنين صافي ذاكي كيف كيف لمدة بورين بيريود لمدة معينة ذاكي الجهة النظام عقد منافع يستنفع وريك سيفارة ماشي مالك للرقابة يستنفع وقي قاسم مشترك ويسين ذو مخلفا أنه عقد الإيجارة سوذريم عقد الإعارة أرطال بلا غذريم وضع مش مخلفا صافي مدنوي الأحكام إلى قل ميز يرس بعد التصنيف إلى قسم تنسعدي ذي غرفاني 12 باش هذا السفر القياسي صحة أدفكر المثالين قارد اختمغ عقود التبرعات أدفكر كان ثلاثة الهيبة الهيبة الوصية الوقف ثلاثة يجي وقي يخدم هيبة ذكال يفكا يكتكش دوناسيا بروك في الله دوناسيون باطل يروح النوتير يفكا يكت أخير نيك يفكا يغالينيك عقد ناقل للملكية أتزنزض أتجضي الورثة ذبرق الروح الشيني ذا شو تخدمض تجض تستامون تستامون إجمثنا تستامون معنى وصية من الميالة تياوي استغزيل عمرك المثموثض ما كم دوناسيو دوناسيو الحياتيس ولكن تستامون مثموثض استغزيل عمرك هذا الجنس إن شاء الله نتسانا ديالو أذيوي الوصية لي أكلني يبويث أثي استخدم أثي الزنز حر شيني تفكير دخل فنان الجامع تفكير دخل يتدرث فنان الجامع وليش تفكير دخل باطل 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 وقيقنص عقود التبرعات بلا عوض ولكن الشيني كاني تفكير ذي الحبوس تفكير تتدرث فنون الجامع نغاد فنون ليكول مدرسة نغاد فنون سفيطر وين دفكي ذاك نسميس الوقف إسكو زمرن تتدرث أتخذ من ذي سلوزين نغاد أتخذ من ذين خاطي إسكو الرويك ستغزي العمريك من بعد مثل هذا الجنة دسن أسنين أكلني يكون ديفكا فافا أرتسيد أن فنو ذي الباطيمة ليلة ذي الحبوس وريد سنوز وريد رهن وريد سورث صافي مدن طفل أحكام خلفا كشيني تساعد تفكر بلان بوفوار دوناسيا أين تفغل كشيني خاطي ماكسيموم أنتير ثلث كشيني سون ليميت بلا حدود صافي يوكل العقود التصرفات أدنا هضر في التجارة بعد الدروس دي تدون فين يعني العقود التجارية خاصة ديني قلاووال غزيف ذاك مزمرغ صافي موضوع القواد يحب السا تسجيل الخاتمة الفصل لقي نخدم ثلاث مراحل المرحلة الأولى نغرد بعض المقاطع من كتاب جمع الجوامع المرحلة الثانية نشرح 12 قادح من القوادح التي إن لم توجد نقرر سلامة القياس المرحلة الثالثة نفقد أمثلة تطبيقية جون ثلويث أرثيمليليث سلام ربي في اللون.